اختيار لمحرك اللي هو مثلا لو احنا حكينا عن الخمس محركات اللي كانوا هون احد الكرايتيريا كرايتيريا مفرد وجمعها كرايتيريا يعني ايش البارامترز او ايش الاشياء اللي بدي اخذها بعين الاعتبار لما اختار محرك بده يكون عندي الباور والتورك طبعا يعني بدي اشوف هل الابلكيشن تبعي بده باور عالي او تورك عالي بدي اشوف اختار محرك مناسب اذا الباور عالي والتورك عالي عاده شو بدي اختار عاده بستخدم الدكشن مود في بعض احيان ممكن استخدم دي سي موتورز او سينكرونس السينكرونس موتورز هلا معظم السينكرونس موتورز الحديثه صارت بيرمننت ماجنت فصاروا يستعملوها فيري باورفول بيرمننت ماجنت اذا احد الاشياء لازم تطلع عليها تشوف الباور والتورك اذا الباور عالي والتورك منخفض الباور منخفض والتورك منخفض التطبيقات الصغيره ممكن استخدم لها ستيبر موتور ممكن استخدم لها سيرفو موتور وممكن استخدم سمول دي سي موتورز بعض الدي سي موتورز الصغيره العامل الثاني مهم اللي هو البوزيشن بوزيشنينج اكيورسي ستيبر اول محرك او احسن محرك في هذا المجال هو بعدين السيرفر ستيبر موتور بعدين عندي السيرفر إذا بنطلع على السلكشن حسب طبيعة السلكشن، إذا البوزيشنينج عندي مهم ومكان الدرايف وين بدي أوقف وين بدي أوصل، ستيبر موتور مهم والسيرفو ستيبر موتور من أحسن الأبلكيشن، إلا إذا كان طبعاً عندي شيء ضخم جداً والباور التورك عالي صعب إني ألاقي ستيبر موتور بهاي الأحجام. الكوست أوكي الكوست أنا بدي أركز بس على الأشياء هو في كل التطبيقات الكوست بدي أركز على الأشياء اللي بتهمني بشكل رئيسي بالسلكشن سبيد رينج. ايش يعني سبيد رينج؟ لما بدنا نتحكم بهذا المحرك وهذا السيستم احيانا بدي سبيد تكون تقريبا بتتغير تغير بسيط واحيانا تتغير تغير كبير. اذا كان سبيد رينج عالي بدي افكر اشوف ايش الابلكيشن عاده من احسن الابلكيشنز دي سي موتور مع درايف تعطيني سبيد رينج عالي. سبيد رينج بنعبر عنه برقم زي هيك. شو معنى هذا الرقم؟ 20 لواحد او 5:1 اللي هي نسبة السرعة اللي بدي انزلها للسرعة الأساسية الريتد سبيد تبعت هذا السيستم. يعني إذا كان عندي محرك مثلا بمشي على 1500 ار بي ام البيس سبيد تبعته. لما أعمل مثلا 10:1 معناها بدي أنزل السرعة لإيش؟ لعشر السرعة الأصلية. لما بدي أنزل من 1500 ل 150 ار بي ام. هذا طبعا تغير هائل 10:1. 20:1 معناها بدي أنزل من 1500 إلى 75 20:1 بدي انزل من 1500 ار بي ام الى 75 ار بي ام احسن المحركات بهذا التطبيق اذا عندي سبيد رينج واسع هو الدي سي درايف مع طبعا دي سي موتور مع درايف مناسب يعطيه وهلا صار جديد صار عندنا الاي سي موتور مع الفيكتور فلكس فيكتور كنترول اذا سبيد رينج عاده اذا عندي سبيد رينج عالي احسن محركات استخدمه هو الدي سي درايف تمام مثلا عندنا الفانز والبامبس هلا صار هذا جديد الفانز والبامبس صار من التطبيقات الجيده انه اقدر انا انزل السرعه انزل يعني افرض الفلوريت بتتحكم انت بالفلوريت فعندك بامب فالبامب هاي انا عاده بدي اضخ ريتس عالي بس احيانا بدي انزل الريت بدي اتحكم بريت منخفض فبدك تضطر تنزل السرعه حتى ينزل الفلوريت عندك المصاعد من التطبيقات ممتازة في هذا المجال لما يكون عندي سرعة زي هيك مثلا عم نتحكم برينجز عالية من السرعة رينج واسع جدا من السرعات منها هلا بعرفش اشياء مثلا زي السي ان سي والهذا السرعة تقريبا عادة بتكون كونستنت الى حد ما بس هاي احد التطبيقات الفانز والبامبس عم نغير كثير وايش فائدة اني اغير السرعة بشكل كبير في الفان والبامب بشكل رئيسي ليش بنحب نغير الفلو لما بنغير الفلو بنغير سرعة المحرك لما ننزل الانرجي كونسومشن نخفف من الانرجي كونسومشن هلا من احسن التطبيقات صارت هلا اذا بتسمع الاير كونديشنينج في انفرتر سمعتوا اير كونديشنينج بيكون في انفرتر بخفف الطاقه لانه بقدر ينزل السرعه بدل ما اعمل ثروتلينج بدل ما اعمل ثروتلينج على الابلكيشن بنزل السرعه هذا عندي 20:1 من اكبر الفاريشنز في السبيد يعني تعتبر فاريشن عالي جدا بالسبيد بالسبيد رينج واخر شيء عندنا الديوتي سايكل
في بعض سيستمز راح اضل اعملها اكسلريشن وديسلريشن اكسلريشن وديسلريشن، وبعض سيستمز راح اضل مشغلها لفتره طويله اون. يعني اذا في بعض سيستمز راح اضل مشغل اعملها اون اوف باستمرار. مثال عليها الاليفيتر، وعكسها مثلا سيستمز ممكن اكون مثلا اضل مشغلها لفترات طويله زي الفان. فالديوتي سايكل هون عندي راح يكون اضل اعمل سويتشنج اون واوف باستمرار، فالديوتي سايكل عمالي بشغله وبطفيه بشغله وبطفيه، هذا راح ياثر على الاكسلريشن لانه السيستم راح يبدا يحنى كل مره بيعمل اكسلريشن وديسلريشن عم بيحمى المحرك. في حين لما بشغل السيستم باستمرار بس على لود منخفض هون اللي هو كونتينيوس ديوتي سايكل ناخذها بعين الاعتبار. هلا هذا مش علم، يعني مش علم واضح لهي الاشياء، بناخذها بعين الاعتبار ونصير نفكر بكل حاله من الحالات. راح اخذ امثله عليهم، رح ناخذ بعض امثله عليهم نطلع على الاختلافات الاساسيه. زين هدول هم الاربع عوامل الاساسيه. اذا عندي التورك والباور والتورك عاليه بدي اختار عاده اندكشن موتور. اذا بتروح على كثير من التطبيقات بتشوف اذا كانها ضخمه، اذا ما رحت هيدروليك طبعا، اذا ما رحنا على هيدروليك ابلكيشن عاده مثلا اذا بدي اطلع ارفع سياره، عمركم شفتوا التطبيقات هاي بدي ارفع سيارات او وينش، هذا كله هيدروليك ما بستخدم فيه اصلا الكتريكال. بستخدم اربعة بيستونز او ثمانية بيستونز، بحط منصه بتبني منصه تحط أربعة بيستونز أو ثمانية بيستونز عادة هيدروليك مش نيوماتيك. وين بنفضل نستخدم النيوماتيك؟ شيء أهم. ليش بستخدم هيدروليك وبتجنب النيوماتيك وبتجنب الهيدروليك؟ القطاع الصحي والقطاع المأكولات. القطاع المأكولات إذا بتروح على كثير من المصانع المأكولات صعب جدا إنك تلاقي فيها هيدروليك، راح تلاقي كل الأجهزة نيوماتيك. ما بدي الزيت يتسرب وتسبب مشكله، بس التحكم بالهيدروليك عاده اسهل من نيوماتيك. نيوماتيك كومبريسبل، الفلويد كومبريسبل، فالتحكم فيه ما بيكون بسهوله الهيدروليك. فعلى التطبيقات الصحيه تطبيقات الاغذيه راح تلاقي معظم الاجهزه هناك بتكون نيوماتيك. هيدروليك عاده بتكون للتطبيقات الصناعيه. لكن اذا بدي استخدم محرك راح استخدم اندكشن موتور. عاده اندكشن موتور بيقدر يطلع ل 1 كيلو وات ل 1 ميجا وات، يعني 100 كيلو وات 200 كيلو وات نص ميجا وات. في محركات اندكشن موتورز بتوصل 1 ميجا وات. مثلا بعض مضخات تحليه المياه اللي بالزاره، بتسمعوا مية الزاره، في عاد عندهم تطبيقات بدهم يفلتر المي بالريفرس اوسموسيس. ايش الريفرس اوسموسيس؟ بضغط المي على غشاء سيمي بيرمبل، بتمر المي وما بتمر الشوائب. هذا اسمه بس هذا بده ضغط عالي جدا. فاحد التطبيقات المستخدمه هناك بيستخدموا لارج اندكشن موتورز، تضغط المي من خلال هذا الغشاء السيمي بيرمبل فبتتنقى المي وبعدين بتنضخ. نعم انا شفت واحد 2.5 ميجا وات. 2.5 ميجا وات في تطبيقات ضخمه جدا. ما لنا نحلم انه هدول المحركات ستيبر موتورز والهذا، ما فيش ستيبر موتور وسيرفو موتور. التطبيقات الضخمه جدا نستخدم اندكشن موتور. ايش ميزه الاندكشن موتور كمان بشكل اساسي على الدي سي موتور؟ احد اهم الادفانتجز مينتننس. الاندكشن موتور عمليا مينتننس فري، ما بحتاج اعمل فيه اي شيء. الشيء الوحيد راح اغيره في الاندكشن موتور هو البيرنج. ايش البيرنجز يعني؟ البيليا بالعربي بنسميها البيليا. لكن الكتريكلي ما في اي مينتنس بدي اعملها اندكشن موتور. في مشكله الدي سي موتور، البرش دي سي موتور، الكوميتيترز فيهم مشكله، البرشز فيهم مشكله، هذول كلهم بدهم صيانه دوريه باستمرار. بوزيشننج اكيرسي، اذا بدي هاي بوزيشننج، هلا اذا بدي هاي بوزيشننج اكيرسي على هاي باور تورك بقدرش كمان استخدم ستيبر موتور، بدي اضطر استخدم اندكشن موتور وبدي احط كنترول سيستمز تعطيني الهاي بوزيشننج اكيرسي. شافت انكودرز فيري هاي، ورح نيجي على الشافت انكودرز بعد هاي، بدنا هاي ريزولوشن شافت انكودرز. الشافت انكودر اللي بتعطيني فيدباك للمحرك. لكن اذا بدي بوزيشننج اكيرسي والباور والتورك ريكوايرمنتس مش عاليه، احسن محرك استخدمه ستيبر موتور، بعده السيرفو موتور. اذا عندي لارج سبيد رينج كنترول دي سي درايف، لكن حديثا هلا صرنا زي ما بتشوفوا في ماده الدرايفز، الشباب اللي ماخذين ماده الدرايف، باستعمال الفلكس فيكتور كنترول باندكشن موتور بامكاني اجيب نفس البرفورمانس اللي بعطيني اياه دي سي موتور. الدي سي موتور ظل حتى 20 سنه تقريبا هو الشيء الوحيد اللي ممكن يعطيني هاي سبيد رينج. والديوتي سايكل بننتبه على الديوتي سايكل انه هل هذا الابلكيشن بده ستارتنج وستوبنج كثير ولا كونتينيوس، وهذا بياثر كمان على السلكشن. هذول هم اربع بارامترز مهمه او اربع كرايتيريا مهمه لازم نفكر فيهم.